مرحبا بكم في إيشاري سيبيز. اليوم غادي نقدم لكم حلى المرايا. نحتاجو في مقادير، عندنا مقادير ديال الكيك او الطبقه الاولى، نحتاجو فيها جوج بيضات، عندنا هنا 20 سنتيمتر ديال الزيت، 100 غرام ديال السكر سنيده، خماره وحده فيها 7 غرام، وعندنا فاني فيه حتى هو 7 غرام، عندنا معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وعندنا تقريبا هنايا واحد 125 غرام ديال الطحين، ما يعادل بحال قد هاد الكاس هذا. عندنا كاسونس، غناخذوا جوج بيضات وغنديروا معاهم السكر والفاني كيف العاده. خاص ضروري نديروا الفاني من الاول باش كنحيدوا ديك الزفوره ديال البيض ما كتبقاش، وكنخلطوا مزيان. كنبقاو نخلطو مزيان حتى كيدوب لينا السكر. بعد ما كيدوب لينا السكر وكيندمج مزيان مع البيض كما كتشوفوا كيولي بحال هكا، غادي نزيدو الزيت وحنا كنضربو في نفس الوقت. غادي نزيدو قهوة سريعة الذوبان، هذه اختيارية بالنسبة للناس اللي كيعجبهم القهوة، اللي ما بغاش كيكتفي غير بالفاني، ما نخلطهاش بزاف باش يبقاو ليا بحال هكا الحبيبات. وغادي ندير مع الطحين، غنزيد معاه الخمارة ونخلطهم بجوج. وغادي نزيدهم على الخليط غير شويه بشويه، بعد ما كيندمج لينا مزيان بعد ما كنبقاوش نحركوه بزاف باش ما كتشرب لينا كيشربش لنا الطحين وما كتقصحش الكيكه. دابا غادي نجيبو المول، كناخذو المول كنفرشو فيه بابي سوفيغيزي اولا كندهنوه بالزبده وكنرشوه بالطحين، ولكن انا كنفضل هكا باش ما كنديروش داك الطحين ملي غنديرو الطبقات الاخرين ما يلصق ليناش فيه. غادي نديرو الطبقه ديال الكيك اولا الطبقه الاولى، كما كتشوفو كتجي زوينه بزاف مع دوك لي بوين ديال اولا النقط ديال القهوه. تنفرغوها كامله، وكنكونوا مسخنين الفران على شحال 180 وغندخلوها طيب لمده ديال 15 دقيقه. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نحتاجو نصدرو ديال الحليب، جوج معالق كبار ديال النشا، 14 غرام ديال السكر الفاني، وعندنا 3 معالق كبار ديال السكر سنيده. بالنسبه للطريقه هي سهله بزاف، كنخلطو كلشي مع الحليب، كناخذو كنديرو النشا على الحليب، ضروري نديرو النشا على الحليب بارد باش ما كيتكور ليناش. من بعد كنديرو السكر والسكر الفاني وكنخلطو كلشي. وكنديرو على عافية مهينة حتى كيعقد لينا. من بعد ما كتوجدنا لا كحميلة تكون بحال هكا، خاص ضروري تكون ثقيلة، هي بنفس الطريقة اللي كنصوب بها الكريم باتيسير. كنديرو لاكريم على الكيكة، كنوسطوها الجناب كاملة، وكندخلوها للمجمد تقريبا واحد 10 دقائق باش كيتقصح حنا ديك هذا الوجه الفوقاني باش نديرو الطبقه الاخرانيه ما يتخسر ليناش. بالنسبه للطبقه الثالثه غادي نحتاجو 100 غرام ديال الفلون، تقريبا واحد جوج ساشيات كبار،
وغادي نحتاجو 250 ملل ديال عصير البرتقال. كنديرو عصير البرتقال هاي كنصاوبو الفلون عادي وغادي نديرو عليه الفلون فلون ديال الشكلاط. انا ما درتش السكر لان اصلا الفلون فيه الشكلاط فيه السكر عفوا ما احتاجوش نديرو السكر. كنصاوبو وغنديروا على عافيه مهيله كي كنصاوبوا الفلون عادي حتى كيبرد. بعد ما كنوجدنا الفلون كيكون بحال هكا كنخليوه حتى كيبرد لينا شويه وحنا كنحركوا فيه باش ما كيكوليناش دوك القشره الفوقانيه ولا كيدير دوك الكويرات. دابا غادي نديروه على الحلوه من بعد ما كتبرد مزيان وكتكون الطبقه كتكون قصاحت كما كتشوفوا هي قاصحه مزيان. غادي نكبوا الفلون فهاد المرحله اللي ما ندخلوش الثلاجه غنخليوه غير فوق الطبله حتى كيبرد لينا مزيان الفلون. مع اصلا الحلوه بارده دغيا غادي تبرد لينا حيت الا دخلنا الثلاجه غادي ما غاديش يبقى فيه هاد اللمعان هذا. بحال المرايه من بعد ما كيوجد فكيكون الشكل ديالو بحال هكا وبهكا كتكون الحلقه ديالي مزالات. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم لو بغيتو ديما تصوب جديد ديالي تابوناو فلاش. نشوفكم في حلقات اخرى وصفات جديده. الى اللقاء.